موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر جديد اليوم الاثنين تسجيل العديد من المخالفات خلال مسار الانتخابات التشريعية، واعتبر مجلس الهيئة أن لها تأثير على وجه الفصل في نتائج الانتخابات، واتخذ على أساسها قرارات بالإلغاء الجزئي أو الغاء الكلي للنتائج في بعض الدوائر الانتخابية فيما يخص بعض المترشحين. وأضاف جديدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات أن كامل المسار الانتخابي قد شهد خروقات تبعتها وحدة الرصد خلال الحملة ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، وتم تدوينها في محاضر، مشيرا إلى أن الهيئة الفرعية التي تبت في نتائج الانتخابات اتخذت قرارات وتوصيات رفعتها إلى مجلس الهيئة الذي انعقد ليلة البارحة، واتخذ جملة من القرارات بخصوصها. الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. لوحت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة بالترفيع في أسعار المشروبات بنسبة تفوق 40% خلال السنة القادمة، إذ تم قرار استسبق على ضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر إدماجها في قانون المالية 2023. أكدت أكثر من 50 منظمة وشبكة في المنطقة المتوسطية في بيان مشترك لها اليوم الاثنين أنه بينما يواصل الاتحاد الأوروبي منح تونس المزيد من الوسائل لمراقبة سواحلها ومحاولة الإيحاء بتجنب هذه المآسي، فأن المزيد من الأدلة تشير إلى توارد خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين. وأوضحت في بيانها الوارد تحت عنوان سياسات قاتلة في البحر الأبيض المتوسط من أجل وضع حد لحالات الغرق المريبة على السواحل التونسية أن ممارسات الحرس البحري التونسي كما أبلغ عنها المهاجرون أكثر من مقلقة وتسببت في الموت، كما كان الحال في الشهر الماضي عندما صدم قارب مهاجرين يعتقد أن 3 أطفال غرقوا فيه حسب ما تناقلته وسائل إعلام إيطالية. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز قدمته لكم نجلة خليفة هاني، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وفي أمان الله.